هل الزواج قسمه ونصيب أم اختيار؟ كلا الأمرين. أولا الإنسان أنه يبذل الأسباب في الاختيار ويتحرى في الاختيار، وهو أيضا قسمه ونصيب من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، لكن الله أمرنا باتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. والغالب أن الذي يعمل الأسباب المباحة أنه يوفق للخير، وأن الذي يهمل الأسباب أنه يقع في المحذور. فالزواج يكون مسبوقا باختيار وحسن متابعة للزوجين، كل منهم يتحرى الزوج الصالح يسأل عنه ويتحرى عن أخلاقه وعن أمانته وعن دينه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. والقضاء والقدر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا فعل العبد الأسباب فإنه حري أن يوفق، وإذا أهمل الأسباب فهو حري أن يخذل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.